استنكر سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الهجمات الحوثية المتكررة باستهداف مدن السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع باعتبارها تصعيدا عدوانيا خطيرا على أمن المملكة والأمن القومي الخليجي والعربي وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية والأخلاقية والإنسانية. أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وأنظمتها التقنية ويقظة كوادرها الأمنية والعسكرية المخلصة في إحباط الهجمات الإرهابية وآخرها اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه مدينة نجران المأهولة بالسكان المدنيين في خرق جديد وصريح للقانون الإنساني الدولي وإثبات لاستمرار تورط النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية في تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا المجتمع الدولي إلى وقفة جادة وحاسمة ضد الإرهاب الحوثي الإيراني واتخاذ إجراءات فاعلة بحق الانتهاكات الإيرانية المتصاعدة للقوانين والأعراف والقيم الدولية في سياساتها التوسعية الطائفية البغيضة وأنشطتها الإرهابية التخريبية في السعودية والبحرين ولبنان واليمن وغيرها من دول المنطقة عبر استمرار برنامجها الصاروخ الباليستي المهدد للأمن الدولي وأعمال التهريب غير المشروعة في تزويدها للميليشيات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة بالأسلحة والأموال والصواريخ الباليستية. وأكد سعادته وقوف البحرين والعالمين العربي والإسلامي إلى جانب السعودية قبلة المسلمين وأرض الحرمين الشريفين فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وسيادتها الإقليمية وتحقيقها الأمان لشعبها وزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين وقيادتها الحكيمة للتحالف العربي والإسلامي في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي للأطماع التوسعية لإيران الراعي الأول للإرهاب في المنطقة وجهودها الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق وحل الأزمة الراهنة المتسبب فيها ميليشيا الحوثي العميلة لإيران في انتهاكها القوانين الدولية وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.